انا اشوف بلي الحظوظ راهي وافيه وكبيره وعاليه، يعني رانا عندنا منتخب قوي جدا ويعترف به هذوك حاليا عربيا وعالميا، يعني انا يعني منتخب قوي جدا. لكن ملاحظه فقط، الصعود للقمه شيء صعيب والبقاء فيها اصعب، فالفريق تاعنا درك راهو يصبح فريق مستهدف من كل الفرق، من الصغير من الصغيره الى الكبيره، وكل فرق بكل دير مجهود عظيم وجبار باه تكسر حاجز الانتصارات هذه اللي انتصرناها ورا بعضها، وتحب تكسر السلسله تاع 34 مقابله. لكن باذن الله عز وجل راح نفوتوا 37 تاع ايطاليا ونوصلوا بالك مستحيل ممكن حتى للنهائي، ونديو النهائي بدون خساره، ونصبحوا يعني في رقم رهيب، يعني عالمي رقيب بدون رهيب بدون خساره. حظوظنا راهي وافره يعني ان شاء الله باذن الله عز وجل، وحظ وفير. والشكر الجزيل الكبير للرجل العظيم اللي كتب التاريخ في هذا التاريخ الجديد في الجزائر، وهو الاستاذ بن بلماضي. يعني انا ارى على ان الفريق الوطني عنده حظوظ كبيره وكبيره جدا، وراهو يعتبر احد لي فافوري، او ان لم نقل اولهم او الوحيد في هذه البطوله، خاصه بعد افتكاك يعني النجمه الاولى كما يقال، ثم البطوله العربيه، كاس البطوله العربيه للفيفا. واظن ان الفريق الوطني يكرس بهذا السلوك تاعو وبهذا النتائج اللي حققها، يعني معنى العمل ومعنى النجاح المستحق. الفريق الوطني راه في منحنى تصاعدي، ان نشوف فيه بربي ان شاء الله الدوزيام تور دومي فينال، وراه حظوظ لي حفاظ بالكاس، وراحنا نتم بربي ان شاء الله باه نجيبوا الكاس، ما كانش تما نوصلوا لا فينال تما اوبجيكتيف. اخويا نشوف فيها ان حظوظ تاع فريقنا الوطني راهو بربي ان شاء الله، كيما دينا كاس العرب نزيدو نديو النجمه الثالثه ان شاء الله. رانا عندنا فريق محترف بمعنى الكلمه، وبربي ان شاء الله النجمه الثالثه ان شاء الله نعلقوها سنا، والعقوبه لاكوب دي موند نروحوا بعيد ان شاء الله. ويا بربي ان شاء الله لاكوب ضرب جبناها، وان شاء الله العقوبه كوب دافريك بربي ان شاء الله تكون هنا في الجزائر، ونفرحوا واش نقولوا اخوان، نقولوا بربي ان شاء الله راهي هنا باذن الله نجيبوا النجمه الثالثه بربي ان شاء الله. ان شاء الله تكون بون باركور ليكيب ناسيونال، ان شاء الله يديروا دوره مليحه، يديوا دوره مليحه. ما تنساش باللي لا بريسيون الضغط راه يكون على ليكيب ناسيونال تاعنا، باسكو حنا هما المتوج مسبقا، راه يكون الضغط علينا بزاف. ان شاء الله تكون الثالثه في التاريخ تاعنا، والثانيه على التوالي، لما لا مع جمال بالماضي توقع كلش باذن الله. ان شاء الله نقولوا لهم بون كوراج و بون كومبيتيسيون، ويفرحونا ويفرحوا الشعب الجزائري ان شاء الله. بربي ان شاء الله عندنا ايكيب ان شاء الله تكون راهي قويه، وراهم بريباري بربي ان شاء الله، مام في لو مام كليما في قطر بربي ان شاء الله يكون لو مام كليما في الكاميرون. عندنا فرقة مليحة إن شاء الله، إن شاء الله يكونوا في كيما نقولوا حنا في نارهم، ويزيدوا يجيبوا لنا لا دوزيام كوب إن شاء الله. بالنسبة للمنتخب الوطني يعني كيما نقولوا الوصول إلى القمة صعب، لكن البقاء فيها أصعب، والمهمة هذه بربي إن شاء الله ستكون يعني بربي إن شاء الله في متناول المنتخب الوطني، اللي راهو يعني وصل لمستوى يعني عالي الله يبارك. ففي الوقت الذي كل المنتخبات تحاول الإطاحة به، والمنتخب تاعنا يحاول المحافظة على التتويج القاري، المحافظة على التاج الإفريقي بإذن الله، ما يكون غير الخير، وبإذن الله نتوجوا باللقب الثالث والثاني على التوالي، وبإذن الله يشرفونا ويشرفوا الجزائر. ورانا تما عندنا ثقه كبيره في المنتخب الوطني، من الاداره، من المدرب، اللاعبين. تحيه الجزائر.